التعافي مش معناه انك تنسى كل اللي حصل لك او تمسحه او تمحيه او انك تبطل تتأثر لأي مشكلة جديدة تحصل لك، ابدا. التعافي معناه ان بقى عندك عقلية ناضجة وواعية تقدر تتقبل كل اللي حصل لك في الماضي بأخطائك وتسامح نفسك وتسامح المخطئين ليك لأجل نفسك، بعقلية تقولك ان النهاردة ده دورك انك تتعافى وتقلل الأثر السلبي لكل الصدمات والأخطاء اللي حصلت لك في الماضي، وإن عندك القدرة إنك تعتني بنفسك وتتقبلها وتحبها وتطورها وتشتغل عليها وتخطط لمستقبلها بوعي ومرونة وتوازن نفسي يساعدك إنك توصل لأفضل نسخة من نفسك في أقرب وقت. وده ما يمنعش إن دي رحلة حياتية بتحتاج تستمر عليها، ما تقفش في منطقة وتقول أنا وصلت الليفل الوحش، أنا وصلت للنهاية، أنا مش محتاج أشتغل على نفسي تاني. مفيش حاجة اسمها كده، رحلة الحياة كلها متغيرات، والتغير هو الثابت الوحيد في حياتنا، فإحنا طول الوقت محتاجين نشتغل على نفسنا ونطورها وندعمها ونعتني بنفسنا ونديها مساحة من الاهتمام والتشجيع والتطوير علشان دايما نكون في أحسن مرحلة من مراحل حياتنا بأحسن صورة نقدر نتواجد فيها. وده ما يمنعش ان احنا هنقابل تحديات وهنقابل انتكاسات وهنقابل محطات فيها خذلان وفيها وجع وفيها فشل، لكن طول ما انا شغال على نفسي وبشحن طاقتي وبدعمها هوصل لأفضل نسخة من نفسي في كل مرحلة بمر بيها.